احنا في المؤتمر ده هحاول اغطي كذا نوع من انواع العلاقات. بركز اساسا على العلاقات ما بين الزوجين، لكن الحقيقه الموضوع دي ممكن تطبق علاقات ما بين ابناء واولاد، اباء واولاد، او ما بين اخوات وبعض، ما بين اثنين خدام في الكنيسه، ما بين اثنين كهنه بيخدموا مع بعض، ما بين كنيستين في نفس المدينه. يعني الكلام ده ممكن يتطبق على اكثر من دايمنشن، بالرغم من ان انا هتكلم اساسا على العلاقات ما بين الزوجين. الحقيقه ربنا لما خلق الانسان خلق الانسان بنفس علاقتيه. يعني ايه نفس علاقتيه؟ يعني النفس بتاعتي مش بتنمو غير من خلال العلاقات. النمو بتاع النفس من خلال ان يكون في علاقة مع الاخرين. علشان كده ربنا قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده. برغم ادم لو تقعدوا تفكروا كده ما كانش عنده اي نوع من انواع الضغوط النفسية اللي احنا بنتعرض لها. اللي عنده ضغوط مالية، اللي عنده مورجيج عايز يدفعه، اللي عنده شغل، اللي عنده ريس بينكد عليه، ما عندهش اي حاجة. عايش في سلام، الراجل عايش في جنة، جنة عدن، عايش في سلام. إنما عدم وجود آخر معاه ما كانش للنفس علاقاتية، فكان مشتاق يكون في آخر. عشان كده ربنا قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. والمزمور بيقول هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معه. والمبدأ ده موجود عندنا. أي واحد عايز يحتفل بعيد ميلاد، عيد زواج، عيد تخرج، بيعمل ايه؟ بيعزم الناس. ليه بيعزم الناس؟ في شخص يقول لك هحتفل بعيد ميلاد يقعد لوحده. لازم نفرح مع بعض لما تكون موجودين مع بعض في شركه حب. لكن الحقيقه بالرغم ان احنا كلنا بننمو من خلال العلاقات، لكن للاسف احيانا العلاقات بتاعتنا بتتحول لما نسميه العلاقات السامه. توكسيك ريليشن شيب. العلاقات السامة اللي هي بتأذينا، بتأذي مشاعرنا، بتستنزف الحياة والطاقة بتاعتنا. تلاقي الواحد منهك، تلاقي تتكلم مع واحد تقضي معاه وقت أو تعيش معاه في الزواج، تلاقي في الآخر بدل ما ليس جيدا أن يكون آدم وحده، الواحد يقول لأ ده كان جيدا أن يكون آدم وحده. لأني أنا بتكلم بجد. يعني أنا مرة واحد في حالات المجلس الأمريكي بعت لي جواب أنا اتأثرت بيه جدا، لأن الشخص ده أنا كنت فعلا أعرفه كويس جدا قبل ما أتجوز. فابتدأ الجواب بتاعي قال لي يا سيدنا أنا كنت عايش في منتهى السعادة. فعلا كان قبل الزواج أنا أعرفه كويس، كان عايش في منتهى السعادة. لغاية يوم ما أتجوز وانتهت السعادة خرجت من الباب ما رجعتش تاني. ففعلا كلمة سلمة تعني علاقة تستنزف حياة الإنسان والطاقة بتاعته. العلاقات السلمة دي علاقات مؤذية، مؤذية بدرجة كبيرة جدا. تلاقي الواحد في الآخر ثقته في نفسه اتدمرت، مجهوده اتدمر، عقله مثلا بدل ما هو بيفكر وبينطق كل عقله مهموم عمال يفكر في المشاكل اللي هو موجود فيها. ففعلا هي علاقات مؤذيه. تلاقي انسان بعد ما كان انسان فرحان وسعيد تلاقيه خلاص بقى ديبريس، مش عايز يتكلم، مضغوط. دايما لو تخلوا بالكم اغلب العلاقات السامه اللي احنا هنتكلم عليها تلاقي الجذر بتاعها سببها هو الانسكيورتي، الاحساس بعدم الامان. يا اما الاحساس بعدم الامان ده يكون هو ده السبب الدافع، او ممكن يكون النتيجه. بالكم يعني ايه اصل السبب؟ مثلا لو انا حاسس بعدم الامان، حاسس انسكيورتي، وبعدين جابوا خادم تاني معايا بيخدم معايا، فانا احس ان هو ممكن يتفوق عني، ياخد الناس مني، يبقى له شهرة أكتر مني، فابتدي أحاول أعمل إيه؟ يحاربه، أتنافس معاه، أحاول أتسلط عليه عشان أحجمه.
تبقى العلاقات التنافسية والعلاقات اللي فيها تصالح سببها عدم الأمان، سببها إن الإنسان من جوه ما عندوش أمان، ما عندوش ثقة في نفسه، فخايف. فلما بيجي حد معاه نفس كده في الزواج كده برضه، تلاقي مثلا الواحد أول ما بيبتدي كل همه مين اللي هيمشي، يا ترى أنا الكلمات اللي هتمشي ولا هي الكلمات اللي هتمشي، ويبتدوا بقى يتخانقوا مع بعض من الأول أو يتنافسوا مع بعض علشان في عدم أمان من جوه. نفس الكلام ممكن تكون ده السبب، ممكن عدم الأمان ده يكون نتيجة مثلا لو واحد عايش مع حد أبيوسف، فالإنسان بيفقد الإحساس بالأمان والاستقرار، يا ترى هتضرب هتشتم هتبهدل هروح السجن، فتلاقي الإنسان حاسس بعدم أمان، عدم أمان. فبالعدم الأمان ده ممكن يكون هو السبب في العلاقات السامة، أو ممكن يكون هو النتيجة للعلاقات السامة. واخدي بالكم من النقطة دي؟ أيضا اللي عايش في علاقة من العلاقات السامة، هي كذا نوع من أنواع العلاقات السامة، اللي عايش فيها في الآخر بيميل إلى العزلة، ما يبقاش له نفس لا يتكلم مع أحد ولا يخرج من البيت، أو عايش مهموم وخلص على كده، أو بيحس إن هو عنده ضغط نفسي، ممكن يعاني من بعض الأمراض زي الضغط والسكر إلى آخره، اللي هي الأمراض اللي بتيجي psychosomatic diseases نتيجة الضغط النفسي. أو حتى في العلاقات الحميمية ما بين الزوجين بيحس إن هو مضغوط عليه، مش مشترك بقلبه، أو مجرد جسد وخلاص وغير مرغوبة هذه العلاقات، ويعني هو يفضل الابتعاد عنها، ولكن أهو لألا الابتعاد ده يجيب له أزجة أكتر فبيحتمل وخصت على كده. وأيضا فقدان الشعور بالذات، مفيش الإحساس بأنا مين، خلاص أنا ليس لي وجود، ليس لي مكان، ليس لي كيان إلى آخره. أيضا هذه العلاقات بتعطي إحساس للإنسان إن هو مهمل في حق نفسه، إن هو لا يعتمد نفسه، لا هو بيصلي ولا بيقرأ الإنجيل ولا معتني بنفسيته يكون فرحان نفسيا. يعني أنا مرة واحد قال لي، يعني هو انحرف في شوية خطايا، برغم أنا أعرف هذا الإنسان إنسان كويس جدا جدا، فقال لي يعني أنا في الآخر كنت بنتقم من نفسي إن أنا يعني عايز أدمر نفسي، فبيعمل أي حاجة عشان يدمر نفسه بسبب إن هو كان في علاقة غير صحية مع الآخرين، أو يعني في زواج يعني. فبتدي الإنسان إحساس بإنه لا يهتم بنفسه ولا يعتني بنفسه، لا على المستوى الروحي ولا على المستوى النفسي ولا على المستوى الجسدي، والإنسان في الآخر كده يعني نفسه إنه خلاص يموت وتنتهي حياته، ويقول لك أنا عايش في الحياة دي، ويخش في نوع من أنواع الياس. العلاقات السامة هي علاقة مختلة وظيفيا، بالإنجليزي dysfunctional. يعني ايه dysfunctional؟ يعني ما بيبقاش الأسرة ناجحة وبتأدي وظائفها بطريقة سليمة، أو الأولاد بيخرجوا عندهم مشاكل، الزوج أو الزوجة برضو حتى في خدمتهم لو بيخدموا في الكنيسة فأشغالهم ما بيبقوش متفوقين زي ما هما مفروض يبقوا متفوقين، لأن العلاقة دي خلتهم مش قادرين يقوموا بوظائفهم بطريقة سليمة، سواء الوظائف داخل الأسرة أو خارج الأسرة. وبتلاقي الزوجين بيقضوا وقت في الخناق مع بعض أكتر من الوقت في إن هما بيستمتعوا بعضهم بعض. يعني فكر كده، لو أنتوا الوقت اللي عايشين فيه في سلام مع بعض وتستمتعوا ببعض وأصدقاء أكتر بكتير من الوقت اللي بتختلفوا فيه مع بعض، تبقى دي علاقة جميلة، علاقة مسيحية حقيقية. لكن لو الوقت اللي انتوا بتقضوه مع بعض اغلبه خناق وصراع، واحيانا تكونوا وصلتوا ان انتوا تتجنبوا بعض عشان نتجنب بس الصراع والخناق وخلاص ادينا عايشين وخلص، ومفيش وقت بتستمتعوا في بعض، ربما يكون العلاقة الموجودة واحدة من العلاقات السامة. العلاقة السامة بتقوم على طرفين، شريك
سام هو المؤذي ومستقبل للسلوك السام. واحد بيبتدي بالأذية وتاني بيستقبل. طبعا ممكن يكون هما الاثنين مؤذيين وهما الاثنين مستقبلين للسلوك السام، او ممكن واحد بيبتدي يكون هو فعلا المؤذي فالتاني علشان يحمي نفسه بيتحول ايضا الى ان يصير انسان مؤذي علشان يدافع عن نفسه ويحمي نفسه. يعني بعد الصورة القاتمة اللي قلتها دي، ربما الواحد يفتكر ان العلاقات دي خلاص مفيش رجاء فيها، لكن لا، الحقيقة كتير من هذه العلاقات السامة اتصلحت ورجعت علاقات جيدة، لكن بتحتاج لجهد من الطرفين وطبعا اشراك ربنا وعلاج سليم نفسي سليم، مش كان في مرض نفسي، انا قصدي يعني كونسلنج للطرفين عشان نقدر نوصل الى علاقات صحية. لسه في عيد الميلاد السنة دي 2016 واحد بعت رسالة قال انا كنت متجوز بقالي 15 سنة عمري ما حسيت بالعيد، كان دايما اعيادنا كلها مشاكل، لكن لاول سنة اشعر بالعيد واشعر بالسعادة هي السنة دي، وده يرجع الفضل لمركز المشورة اللي كانت اسس عندهم، وان هو راح هناك هو وزوجته وخلال الكونسلنج المسيحي قدروا بنعمة ربنا ان هما يوصلوا الى علاقة صحية. لان عايزوا بعد 15 سنة العلاقة دي تحسنت، فيبقى انا لا عايزوا، ما بقولش ان العلاقات ما فيهاش امل، لا، بس محتاجة مجهود من الطرفين ان هما يشتغلوا فعلا بامانة مع مرشد فاهم النفس جيدا وله علاقة حول حلو بربنا، وممكن العلاقات السامة دي تتحول الى علاقة صحية. اول نوع من انواع العلاقات السامة، هو في كذا نوع هنحاول نخلص على قد ما نقدر في المؤتمر ده. اول نوع هنسميه العلاقة التنافسية competitive relationship، ان الطرفين داخلين كده في منافسة. كل واحد في العلاقة التنافسية دي عايز يثبت ان هو افضل من الاخر، فالزوج عايز يثبت ان هو افضل من مراته، والزوج عايز تثبت انها افضل من جوزها. بالنسبة لهم العلاقة مكسب او خسارة، مين اللي يكسب ومين اللي يخسر. لو انت اللي كسبت معناه ان انا خسران، علشان كده مش عايزك تكسب عشان ابقى انا الكسبان. ده بالنسبة لهم العلاقة التنافسية. واكشلي المعركة التنافسية دي معركة وهمية. معركة وهمية مش معركة، دي حاجة في عقلك هنا، لأنه مفيش تنافس، محدش عارف بيقيم مين كسب ومين خسر في آخر اليوم. المعركة أو التنافس ده ممكن يكون بخصوص أي شيء. والحقيقة كتير ما بيبقاش الموضوع اللي احنا بنناقشه ده موضوع مهم يستاهل ان احنا نختلف مع بعض، ولكن الفكره كلها مين هيكسب ومين هيخسر. يعني تكون بنتناقش مثلا، بنتناقش على حاجه في السياسه لا تؤثر على بيتنا ولا تؤثر على حاجه، يعني واحد مثلا رايه في الرئيس انه كويس، واحد رايه في الرئيس انه مش كويس، ممكن تكون دي المناقشه في الاخر، يعني قلت كويس ولا مش كويس تفرق ايه؟ مش تفرق حاجه معاك، لكن ممكن تنتهي العلاقة بشد عشان في الاخر انا عايز ايه؟ عايز يبقى رايي هو اللي صح، ابقى انا اللي كسبان والتاني اللي خسران. واخدين بالكم؟ ده اللي انا اقصده، ان ممكن الامر لا يتعلق بالمساله نفسها اللي بناقشها، يعني ممكن تكون المساله لا تمس حياتي بشيء، ولكن بمساله من يكسب ومن يخسر. ده التنافس، هي مكسب وخساره. واحيانا بقى التنافس يبتدي التنافس وبعد كده علشان لو انا مش قادر اكسب ابتدي اوجه اللوم للاخر. تعرفين يقول لك احسن طريقه للدفاع هو الهجوم، انك تبتدي تهجم على الاخر او تلوم الاخر، بدل وبتفقد هنا موضوعيتك.
بتخلي بدل ما انت بتناقش موضوع مثلا فرضا بتناقش على الرئيس فرضا يعني فممكن بقى وانت مش فاهمك حاجه في السياسه وانت كمان يعني عملت نفسك انك بتفهم هنا بقى ان علشان انا عايز اكسب المناقشه فتبتدي من الموضوعيه بدل ما انا بناقش الموضوع بطريقه موضوعيه ابتدي احاول هجوم او القي اللوم الى الاخر. فالعلاقه التنافسيه دي هي عباره عن كيانين انت وانا، انا ضدك وانت ضدي، مين هيكسب ومين هيخسر. تاني فكره ربح وخساره، وهو الهدف هو الانتصار بدل من السعاده. يعني بدل ما احنا قاعدين بنناقش احنا الاثنين موضوع المفروض نخرج منه احنا الاثنين سعداء ومبسوطين، بنقضي وقت نستمتع مع بعض، نلاقي احنا الاثنين في الاخر خرجنا متوترين. تعرفين لما الاثنين يكونوا بيصارعوا في حلبة مصارعه تلاقي الاثنين خرجوا منهكين حتى المنتصر. لكن لان انا فكري هو انتصار وخساره ربح ومكسب فانا ما يهمنيش السعاده. بدل ما انجوي ماي تايم نو، المهم اي هاف تو وين at the end. فتاني هل هدفك انك تكون باستمرار على حق ولا هدفك انك تكون سعيد؟ ايه اللي انت بتسعى اليه؟ ممكن تكون في الاخر يعني تثبت للاخرين ان عندك قوه حجه او عندك مقدره على الهجوم وتثبت في الاخر انك على حق، بس في الاخر هتفقد سعادتك وتفقد سعاده اللي حواليك. ايه الاحسن، انك تعيش سعيد ولا تعيش منتصر انتصارا وهميا؟ وهميا دي مهمه قوي، لان هنا المكسب والخساره ده مكسب وخساره وهميا. فايه الاحسن لك، انك تعيش سعيد ولا تعيش في وهم النصره ان انت منتصر؟ طبعا